النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Thank you.
سوق طفل تقبل شبع على حب الرضاع وان تفتمه يوم فاطم فاصرف هواها وحاذر ان توليه ان الهوى ما تولى يسمي او يسمي وإن هي استهلت المرعى فلا توصيني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلة حيث لم يدري أن السم في الدسم وغشت أسايس من جوع ومن شبع فرب مغبسة شر من التخم فاستفرغ دمعا من عين قد امتلا من المعنى يا سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما اتمرت به وما استهترت فما قولي ولم أصل سوى فرض ولم أصوم ولم تسنة من نهي ولا ما إلى أن استكلف دمه من برمي مولاي صل وسلم دائما أبدا خير الخلق كلهم وشد من سغب أحشاه الله تحت الحجارة كبشا نور